فين؟ حصانك برا وها سلاحك. بدك شي؟ لوين؟ انا ما عاد لي اعود معك. ليش بقى؟ ليش؟ لانه ما بصير تعمل في اهل حارتك هيك. اهل حارتك اغلبهم ملاح وما بصير تأذي الكل ويروح المليح بالقبيح. لا لك يا عوب لا، حتى انت قلبوك ضدي على حارتي؟ ما حدا قلبني، انا شفت بعيني. اهدى شوي وروق وقعد احكي شو صاير. يلا اشو؟ على اساس ما بتعرف يعني؟ لك يعقوب راح يطلع خلي عليك. ها تعال احكي لي شو صاير، فهمني شو في. ليش حرقت دكان ابو فهمي المشحر؟ اش دخل هو؟ اش سوى لك؟ انا؟ ايه انت؟ انا ضليت معك على اساس انك مظلوم وبريء، بس انت عم تأذي اهل حارتك المساكين. انت هيك ظالم مو مظلوم، وانا ماني معك. اصبر يا عقوب، ما في ابن مرة بيحكي هيك مع عبود الشامي، عم تفهم؟ قسما بذات الله لولا غلاوتك عندي لكنت فرجيتك شغلي ما حبيت املو. عم اقول لك مو انا اللي عملت هيك. ورقة لسه الخير لقدامي اهل حارة اللوز، منو اللي حطها؟ لك ورحمة ابي وامي مو انا. قسما بذات الله ما عديت الحارة من يوم ما تركت عليها ورقة انه انا لساتني عايش. يعني مو انت اللي حرقت دكان وفهمي المشحار؟ ولك عم بحلف لك برحمة ابي وامي، شبك شو صاير لك؟ بعدين ليش لحتى احرق دكانته لابو فهمي؟ مسكين شو عامل لي؟ ليش لحتى اذيه وبعمره ما اذاني؟ لك مين اللي مسوي هالتساوي؟ لك انا شو بعرف ليش عم تسالني؟ بعدين لك يعقوب مو مبارك سهران اقول لك كل الليل هون؟ امتى بدي رح اروح الحارة احرق دكان ابو فهمي وارجع؟ امتى؟ اخس عليك اخس. أنا أول ما شفت هذا المشحر أبو فهمي هو عم يبكي، والله طلع الدم لراسي وما عاد شفت. خلاص سامحني، خلاص سامحني، هاي بوسي خلاص. العمى والله شي بيحط الأهل بالكف لك يا عقوب، إنه مين له مصلحة يعمل هيك بالحارة؟ أخ والله ما بعرف، بس بوعدك إني أعرف. يا حرام على فهمي، معتر مشحر، والله العظيم شي بزعي. أنا مشان هيك زعلت منك، وقت كنت أفكر إنه أنت اللي عامل هالعملي. بس لا تاكل همه لأبو فهمي، المعلم نوري بده يصلح له الدكان، وبده يجيب له بضاعة كمان، وسامحه في المصريات اللي كان متدينهم منه. الله محيي البطن اللي حملك يا نوري. اي والله شفت لك يا عقوب ليش بقول لك نوري زقرت ومعدل قبضاي. الله يقوي على فعل الخير يا عقوب. اشو عم هلا شلون وضع نوري؟ يعني شو اخباره؟ شلون احواله؟ مليح، الله يكون في عونه، حامل كل هم الحاره فوق راسه، وكلكم وها شكركم كل يوم بيسوي له مشكله. والله هذا شكري زلمي ماله تمام منو، لساته عم يسكر ويخمر مو والله. اش عرفني انا، حد الله ما بيني وبينه. بس يعني انت كيف كنت مصاحب هيك شكالي؟ يا سيدي واحد بتعلم من كيسه. اي والله مثل ما قلت. بدك تنزل الحارة انت اليوم؟ لا ضالل في خلقتك، مشان اذا كمشوك اشمت فيك. ايوه بدي شوف انه يشمت. لك ما قلت لك، ما قلت لك صاير مزحك تقيل مره انت. لا يا ضرب لك خلاص لك ولك خلاص. Thank you.
الله يحميك يا أبي، الله يحميك يا عبود. الله يحرسك يا أبو دياب، ربي يحميك. هزا كويس يا أيوة. عبود من وين؟ هذا المختار أبو دياب حكيت لك عنه. سلام عبود. الله حيو مختار. أهلين مختار. بالمهلي. أهلين عمي أبو دياب. خوفتنا عليك عبود. لا ما في شيء، عم نصيد بس. ما عرفتنا على الشاب. فرنساوي. لا 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 لا. يعقوب شب زقرتي ومعدال، شرواك بالخير، حاكي لك عنه خير الله. تشرفنا بمعرفتك عمي يعقوب. أنا إلي الشرف، الله محيي رجال. ايه تفضلوا، تفضلوا على أحلى أكلة مجدرة، تفضلوا. شلون لقيت لي يا زقرتي يا أبو دياب؟ أشو هالزلمي ها؟ رجال معدال. والله إنه رجال ومعدال. أشو بتاكل مجدرة؟ يا حزيطة، أكلت تنفزرت. تعرف لك يعقوب؟ أشو عم؟ والله عم فكر ساعد الأفة. كيف بقى؟ أنا غلطت بحقك كتير يا نوري، والله غلطت بحقك كتير، ضربت لك أخوك وكايدتك مكايدي، بس مع هيك كنت أحسن مني. بس والله أنا ندمان، والله يا نوري إنك زلمة بتتقل بالدهب. الله ياخذ بيدك لتعمر الحارة وما تضيع مهلها. انت شو لي شنطتك معي الشنطه؟ والله ما عم بفهم. الله يقدرني كافيك.